حضرتكم وبشكر عشان العزيز الاستاذ محمد فاضل على هذه الدعوه. الحقيقه هنتكلم النهارده على الاستراتيجي تايب سبورت فورمت كوريكشن. فهنا الاوبجيكتيفز بتاعتنا هتبقى ان احنا المفروض نطلع في نهايه الدور عارفين الحاجات دي ان شاء الله. اول حاجه الانفيكشنز الاوستيوتومي، ثاني حاجه الاوستيوتومي سايت، والاوستيوتومي سايت ده ايزر ويتش بون اند ويتش ليفر، يعني لازم قبل ما اعمل الاوستيوتومي يعني انا هعالج ليفر مال الاماين يبقى لازم اعرف هعمل الاوستيوتومي بتاعتي فيه نوعيه ويتش بون وويتش سيجمنت من ذات بون. عايزين هنوصل ان احنا نعرف الكلام ده، وبالتالي الدكتور عمر كان شرح حاجه زي كده قبل ما يجي. بعد كده هنتكلم على التايبس اوف الاوستيوتومي، بعد كده هنتكلم على الاوستيوتومي فيكسيشن. فهنا يعني فيكسيشنز اوستيوتومي عايزه تكوريكت لاند مارك الاينمنت اللي هو ده المين توبك النهارده. الحاجه الثانيه اللي هي مارك الاينمنت ايزر انجلر اور تورشنال اور كومباين. اللاند ريست ديسكريبنسي محتاج الاوستيوتومي فور لاند ريست ديسكريبنسي ايزر فور لينسنج اور فور شورتنج او في ديزيز كوريكشن. ديزيز كوريكشن يعني ايه؟ يعني بنعمل اوستيوتومي في نورمال بون تو كوريكت ديزيز كونديشن او تو سبريس البروجريشن تو ديزيز كونديشن. يبقى دي الانديكيشنز فور اوستيوتومي. ده دي اكزامبلز لاند مال الاينمنت. ده اكزامبل لاند مال الاينمنت. ده توشنال ديفورمتيز روتيشنال ديفورمتيز شولدر في الفور ارم. وده في اللاند ريس ديسكريبنسي. وتو كوريكت ديزيز زي ايه؟ زي في حاله مثلا هيب بروبلم وشايفين ان في يعني نوع من السبلكسيشن وفي ايرلي اوستر ارثريتيك تشينجز. لو سبت العيان لفتره هيديفلوب ادفانس الاوستر ارثريتيس وهيحتاج في الاخر توتال هيب ارثروباست. لكن لو عملنا له اوستيوتومي الاوستيوتومي بيريد عليه اللود على الهيب وبيعمل نوع من الكونتينمنت فبيقلل او يمنع حدوث الايرلي اوستيوارثرايتس. يبقى انا الاوستيوتومي ممكن اصلح بيها مرة الاينمنت، ممكن اصلح بيها اعمل بيها لينسنج او شورتني، وممكن اصلح بيها او سبريس البروجريشن اوف ديزيز زي الحاله دي. الاوستيوتومي يعني الا كوركشن ديفرنت بلينز، يعني لما اجي اعمل اوستيوتومي هبقى عارف عايز اصلح ايه. البلينز اللي ممكن الاو تبي اوكي في الاوستيوتومي از فيرس والفايكس فليكشن اكستنشن انتنر اكستنر روتيشن او لينسنج شورتنج او ميديال ولاترال ديسبيس. هنا الاوستيوتومي هعملها ليه؟ ده البيت توبك النهارده. هنتكلم على اللينب مال الاينمنت. الحاجات الثانيه مش موضوعنا النهارده، بنتكلم على اللينب مال الاينمنت. انا اعملها فور كوريكشن اوف لينب ديفورمتي. يبقى لازم قبل ما اعمل الاوستيوتومي لازم اكون هجاوب على السؤال هوير ويتش بون ويتش. يبقى لما باجي اقول العيان ده محتاج اوستيوتومي يبقى لا بقول هعملها ويتش بون ويتش بون ويتش ليفل بذات بون. ده مهم قوي عشان تطلع الاوستيوتومي بتاعتي مظبوطه ونقلل الانسنس اوف كومبليكيشنز اند ريكارنس. طيب البرنسبلز اوف كوريكشن اوف ليفل مال الاينمنت، يعني احنا دلوقتي صادفنا مشكله ليفل مال الاينمنت، غالبا عيان عنده ديفورمتي في اللور ليمب او في الاور ليمب وات ايفر الديفورمتي، يبقى في رولز لازم امشي عليها عشان اعالج الليمب مال الاينمنت. انا بشوف العيان ما هوش عايز اوستيوتومي وخلاص، لا لازم امشي على رولز. الرولز دي ستاندرد ودي حاجات اكوردنج للامريكان اكاديمي. هنعمل انالايز للمال الاينمنت، يعني لازم انالايز للمال الاينمنت. اول حاجه لازم اعرف الكوز، زي ما الدكتور الاستاذ تامر كان بيتكلم، لما تشوف ديفورمتي ومعاه بون سوفتنج يبقى لازم اصلح البون سوفتنج الاول وبعدين اعالج الديفورمتي، او اعمل اوستيوتومي وابروتكت الليمب بيبريس لغايه ما اقدر اوفر كام. يعني لازم ابقى عارف الكوز، مش انا عندي ديفورمتي اخش اعمل عمليه وخلاص. في كوزز شود بي تريتد قبل ما بعمل العمليه، وفي كوزز ماست بي كونسيدر في البلان بتاعي وانا بعمل العمليه. فهنا ماست نو ذا كوز الاول، وبعدين لازم اشوف الديجري بتاع الديفورمتي از ات مايلد مودريت سيفير، لان كل ديجري لها استوتومي مختلف، يعني مش كل واحد اقدر اعمل له نفس الاستوتومي. وبعدين اشوف اللوكيشن. يبقى دي اول حاجه في البلاننج، ان انا لازم اعمل بروبر اناليسيس اوف ذا مال الاينمنت از ريجارد الكوز والديجري واللوكيشن. بعد كده هاسس الميكانيكال اكسس ديفيشن والجوينت اورينتيشن. ما اعرفش الدكتور عمرو قال عليهم طبعا بس ده مش مجالهم هنا. يعني لازم ابقى عارف يعني ايه ميكانيكال اكسس ديفيشن، ولازم اعرف الجوينت اورينتيشن لاين. او الجوينت اورينتيشن لاين ممكن نقولها بالبلدي كده الجوينت لاين اوبجيكتيف.
كان جوينت لاين اوبجكتي يعني الاسم اللي مهذب ليها جوينت اورينتيشن لاين. وبعدين هلوكيت الكوره هنقول عليها دلوقتي. وبعدين بعد ما بعرف الثلاث حاجات الاولانيين اخش بقى اعمل بلان فور اوستيوتومي. هنا بلان فور اوستيوتومي اللي احنا اتفقنا الاوستيوتومي سايد اند الاوستيوتومي تايم. طيب الاوستيوتومي سايد نعرفه ويتش بون ويتش ليفل ازاي؟ عن طريق ان انا الوكيت الكوره. الكوره دي اللي هيخسر ايه؟ تخسر ايه؟ سنتر اوف روتيشن اند انجليشن. اللي هي زي كده. اللي هي لما بعمل يعني هنشوف الصوره دي عندنا هنا ده بروكسيمال ميكانيكال اكسس اوف ذا ديفورمتي. من فوق ده بروكسيمال ميكانيكال اكسس. ده اللي هو ديستال ميكانيكال اكسس. مكان التقاء البروكسيمال ميكانيكال اكسس والديستال ميكانيكال اكسس هو ده اسمه الكوره. يبقى تعريف الكوره ذا بوينت ات ويتش ذا بروكسيمال اند ديستال اكسس اوف ذا ديفورمتي انترسيكت. And measure the degree of angulation. يبقى مهم قبل ما تشتغل في اي ديفورمتي لازم تقول الكوره دي بتهمني لان انا هتديني فكره هعمل الاستوديو بتاعي فين والاستوديو بتاعي هيبقى شكله ايه على حسب الكوره برضه لان ليها مواصفات هقولها لما نتكلم دلوقتي. يبقى اهم حاجه في البلاننج قبل ما بعمل الاستوديو ومصر لوكيت ذا كوره. يعني هنشوف هنا مثلا حاله زي كده الكوره فين؟ بروكسيمال تيجا. هنا الكوره فين؟ في المكشافت اوف تيجا. يبقى لما اجي اعمل اوستوتومي يبقى الاوستوتومي اللي هعمله في الحاله دي لازم هيكون بروكسيمال اوستوتومي في المنطقه دي. الاوستوتومي هنا هيبقى ده يعني مش مجرد ان انا عندي ديفيشن هقول اعمل اوستوتومي، لا لازم الوكيت الكوره عشان هي دي لوكاليز السايد اوف اوستوتومي. واللوكاليزيشن اوف سايد اوف اوستوتومي هو ده اللي هيفرض عليا الشيب او المورفولوجي بتاع الاوستوتومي اللي هعمله زي ما هنشوف دلوقتي. هنا مثلا حاله زي كده هقيس ده الميكانيكال اكس وده هنا يبقى هنا الكوره بتاعتي هنا وده اللي هو الهوريزونتال اورينتيشن لاين او ترانسفيرس الجوينت اورينتيشن لاين. هنيجي حاله زي كده فين؟ اهو. يبقى لما باجي اعمل السوتوم هعملها فين؟ اعملها نير باي الكوره اللي هي في الحته دي. مش مجرد ان انا اعمل السوتوم وخلاص يعني ده بوليس واحد يقول لك اعملها هنا او اعملها في النت شاف. لا انا مش هعملها في اي حته، هعملها في اي مكان. ده كان زمان كان في حاجه اسمها الاوستيوكريزيس طبعا الدكتور فاضل عاصرها الدكتور محسن السيد طبعا دي القديم دي كانت بتحصل في اي حته. الكلام ده طبعا لا احنا بنلوكاليز السايد اوف ديفورمتي وبنعمل الاوستيوكريزيس فيه عشان نقدر نجيب ماتش كوريكشن ونقلل الكوميونيكيشن. يعني مثلا حاله زي كده الكوره هنا يبقى لما اعمل الاوستيوكريزيس بتاعتي اعملها فين؟ عاملها في السايد اوف ذا كور. السايد اوف ذا كور هو اللي هيحدد لي التايب اوف ذا اوستيوتوم. يعني الاوستيوتوم اللي هنا هعملها بقى ويتش، هعملها اوبن، هعملها كلوز، هعملها اوبليك. ده اللي هيحكم لي هو السايد اوف ذا كور وده مهم قوي في البلاننج بتاعنا. يعني هنا دي اهي. يبقى هنا الكوريكشن اوف ليمب الاينمنت هيعتمد قبل ما اشتغل على الاناليسيس على الاكسيز اللي هي الميكانيكال اكسيس ديفيشن والجوينت اورينتيشن على الكوره وبعدين بلان في الاوستيوتومي. يبقى لما اخش اشتغل الاوستيوتومي ده لما اكون عارف الجوز اكون عارف الميكانيكال اكسيس ديفيشن والجوينت اورينتيشن لاين ولازم ابقى عارف الكوره فين عشان اقدر احدد البلان بتاعي. يبقى هنا الاوستيوتومي سايت ماتش بيتر تو كونسايد ذا ديفورمتي اكسيس. يعني لما اجي اعمل اوستيوتومي يبقى لازم يكون نير باي سايت اوف ذا كوره، لازم يكون الاوستيوتومي بتاعي نير باي بسايد اوف ذا كوره. وهنشوف ليه دلوقتي. هنا مهم قوي الحته دي السوتوم از ست اوف ارت. يعني السوتوم مش عليا ان انا احط السوتوم واغسل عظمه واحط جبس، لا ده فيها فن وفيها جيومتري وفيها حاجات مورفولوجيكال لازم نعرفها كويس قوي لان دي بتصلح مشاكل كتير قوي زي ما هنشوف. البيزك برنسبل اوف السوتوم يعني قبل ما بعمل السوتوم لازم اكون عارف البرنسبلز. اول حاجه بري اوبرتيف بلاننج فور السوتوم تو لوكالايز السايد اوف تايم زي ما قلنا. تاني حاجه اكيوريت الاينمنت اند ريدكشن اوف ذا اوستيوتومي جاب. بعد ما بعمل اوستيوتومي بالذات لما بعمل الاوبن اوستيوتومي طبعا اللي بيشتغل الاوستيوتومي بيصرح الظروف عندنا ديفورمتي بتصرح بطريقتين باي ستيج كوريكشن وفي جرادوال كوريكشن. جرادوال كوريكشن ده موضوع تاني مختلف. احنا بنتكلم على وان ستيج كوريكشن اللي هي بين الاوستيوتومي لازم بعد ما برجع لازم اعمل جود الاينمنت وما يكونش في عندي جاب موجوده
لو لقيت ان في جاب يبقى لازم اذا كان السيرفيسز از كانوت فيت، يعني شايف ان الاستوديو السيرف اند مش كويس مع بعض كويس، يبقى لازم احط الحته اللي هي مش كويس لانها هتلاقي كان سيرفيس جون دي مهمه قوي. وبعدين لازم تبروكيت السوفت ايشو، وانت بتشتغل لازم تحترم السوفت ايشو سواء وانت بتشتغل او سواء وانت بعد ما تخلص العمليه. وبعدين الفيكسيشن هنشوف هنعمله ازاي. الاستوديو اللي مش طب انا دلوقتي هخش اعمل عمليه هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على السيفيريتي اوف ذا ديفولت، يعني لو واحد عنده جوريك الزاويه بتاعته مودريت واحد سيفير هيبقى الاوبشنز اللي عندي في السيفير هتختلف عن الاوبشنز اللي في المايت، هتختلف عن الاوبشنز اللي في المايت اللي في المودريت. يبقى السيفيريتي هي اللي بتحكمني، يعني في واحد اعمل له مثلا اوفن ويتش، واحد اعمل له كوز ويتش، واحد اعمل له دبل ويتش، يبقى اللي هيحكمني هنا ايه؟ هيحكمني الديجري اوف ذا ديفولت. المايت ممكن اعمل ويتش صغير وخلاص، المودريت ممكن اقفل ويتش، السيفير مش هقدر اثر معاهم قوي فهضطر اعمل دبل ويتش. يبقى هنا لازم السيفيريتي تبقى هي اول فاكتور هيدترماين ويتش تايب اوف ذا ستودنج، يعني مش ايه؟ مش انا بعمل عمليه يبقى اعملها كل الناس، لا، في عمليه بتتعمل اكوردنج تو جايد لاينز مش اكوردنج تو بيرسونال فاكتور. تاني حاجه اللوكيشن اوف الديفورمتي، واحد الديفورمتي عند بروكس ماتيريا يبقى اعمل بروكس ماتيريا. الديفورمتي بتاعه عند ديسك فيمر وانا بعرف اعمل بروكس ماتيريا بس لا، يعني هعمل الديفورمتي في السايت اللي فيه الصوت في السايت اللي فيه الديفورمتي. تاني حاجه الجوينت لاين اوبليكت او الجوينت لاين انجل مهم قوي، لان كل ما كانت الانجل اوبليك قوي كل ما بيحتاج نوع معين من الاستوديو هنشوفها دلوقتي برضه بعد ما اخلص ان شاء الله. هو اللينك هيز ديسكريبنسي، واحد رجله قصيره شويه عن الثاني، يبقى لما اجي اعمل له عمليه استوديو اعمل له استوديو ازود بيها لينس ولا اقصر بيها لينس؟ يعني واحد عنده بيقدر عنده مثلا ليفت جينو فارا وعنده قصه اسرائيل كويس؟ جيت اشوف ايه رجله اللي فيها جينو فارا قصيره شويه، يبقى اعمل له عمليه تديله لينس ولا تشيل منه لينس؟ تديله لينس، يبقى اعمل له حاجه اوبن ويتش. جيت واحد حاله ثانيه، واحد عنده رجله اللي فيها باثولوجي اطول شويه نتيجه ان الرجل الثانيه شورتنج نتيجه ربع قديمه مثلا. يبقى في الحاله دي لما اعمل له اوستروتومي اعمل له ايه؟ اوستروتومي تاثر الرجل شويه عشان الارض الاثنين من بعض. يبقى الليم ريز ديسكريبنسي المقصود بيه هنا ان الليم ريز ديسكريبنسي في نفس العيان في الحدود دي. ثم بعدين السوفت مش حاجه غير كمان بقى. الاوستروتومي تايبس بقى في عندي ترانسفيرس اوستروتومي، في عندي الويتش سواء اوبن او كلوز ويتش، وفي عندي كوبليك اوستروتومي، وفي عندي دوم اوستروتومي، الدوم اللي هو ريفرس دوم، وفي دوم وفي ريفرس دوم، وفي اوبن كلوزنج دوم اوستروتومي، وفي عندي في اوستروتومي، وفي عندي اذرز حاجات ثانيه كتير. طيب اللي بيحكمني في الاوستروتومي يعني الاوستروتومي ازاي تصلح العظمه؟ هتصلحها الافكت الاوستروتومي اللي انت الاينمنت عن طريق حاجتين، انها تعمل لي انجوليشن في العظمه تصلحها، او تعمل لي انجوليشن وترانسليشن، او تعمل لي روتيشن لو ديفورمتي عندي روتيشن ديفورمتي. طيب هنا امتى يحصل انجوليشن وانجوليشن وترانسليشن؟ يعني احسن؟ انجوليشن وترانسليشن من ناحيه بقى الكلمه. ها؟ حد من الخبراء ده؟ يعني انا عايز كوابتيشن. احنا قلنا من البيزك برنس انا عايز كوابتيشن. يبقى انا عايز اوصل ان انا ما يبقاش عندي تو ماتش ترانسليشن. ان تو ماتش ترانسليشن معناه ان انا بقى في بقى ميكانيكال ديستربنس للالاين اللي انا عايزه. مش هيديني احنا قلنا اول بيزك برنس في الاستوديو ان انا عايز يعني عايز جود كوابتيشن. فالجود كوابتيشن مش هيحصل في وجود ميجر ترانسليشن. فانا الانجوليشن لوحده لو حصل انجوليشن وبقت الليبل ستريت هيبقى كويس، لو حصل الليبل ترانسليشن ماشي، لكن حصل سيفير ترانسليشن ده مش هيحصل. طب ايه اللي يخليني ما يحصلش معايا ترانسليشن؟ يكون كسر الكور. ها؟ كسر مكان الكور. الاستروتومي تكون نير باي ذا كور. يعني هنا اذا استروتومي does not pass through any point of the كورا او ترانسفيرس بريسبتري لاين، يبقى اذا كان هتعدي في الكوره مش هيحصل ترانسليشن. اذا كانت مش هتعدي في الكوره هيحصل نوع من الايه؟ الانجليشن زي ترانسليشن. ترانسليشن ده طبعا بريز كل يعني عشان كده لما اجي اعمل استوتني لازم احاول اقلل الحدوث الترانسليشن، وده هيبان في التكنيك بتاعنا.
فانا الاستوديو ديبند الاوبشنز زي ما قلنا على السيفيريتي اللي احنا قلناه. يبقى هنا ترانسفيرس اوستيوتومي نعمل ترانسفيرس اوستيوتومي ده في الاسامبل اوستيوتومي اللي هو عاملين كاف اوستيوتومي نعمله في روتيشنال بروت. لو انا عايز اعمل دي روتيشنال اوستيوتومي اولا انجليشن از نوت نيدد. يعني انا لو عندي عيان عنده روتيشن وعنده انجليشن زي مثلا حالات البروكسيمال فيمر لما تيجي تعمل عيان عنده مثلا حالات عنده فالكس هيد وعنده دي روتيشن وعنده روتيشن ديفورمتي. يبقى انا في هنا الاسلوب بتاعي هيكون ايه؟ عايز اروح عايز اعمل فارس اوستيوتومي وعايز اعمل دي روتيشن. يبقى مش هينفعني ان انا اعمل ترانسفيرس. لو انا هعمل دي روتيشن اوستيوتومي بس يبقى هعمل ترانسفيرس اوستيوتومي. يبقى هنا الترانسفيرس اوستيوتومي اللي هي روتيشن فور روتيشن ديفورمتي بس هو انجليشن از نوت نيد تو بي كوريكت. يعني لو انا مش عايز اصلح اي انجليشن يبقى هعمل دي روتيشن اوستيوتومي. الترانسفيرس اوستيوتومي الايدنتيكيشن التالي ان انا لو هعمل ليد ديسنج او ليد شورتنج بروسيجر ده كده بازل الترانسفيرس اوستيوتومي هي سمبل دي روتيشنال اوستيوتومي وهي بتبقى ده مثلا بروكسيمال فيمر. دي روتيشنال اوستيوتومي بتتعمل كتير في حالات الدي دي اتش كل ما بيكون عايز سمبل دي روتيشن. لكن لو انا عايز معاها اعمل فارس او فاركس مش هينفع مش هينفع اعمل ترانسفيرس حتى اعمل البروسيدور اللي هنشوفها بعد كده. ده دي روتيشن اوستيوتومي اوف ذا بروكسيمال هومرس في حالات البريك اب تكساس لما يكون انا عامل فيكس انترنال روتيشن كونتراكشن بتعمل له ترانسفيرس فاز زي ما احنا شايفين كده وبتعمل الروتيشن حسب الديجري اللي انت شايفه. يبقى ده ترانسفيرس اوستيوتومي. في انذر برضه انديكيشن اوف ترانسفيرس اوستيوتومي في حالات الانتو اكسسيف الدبل تيبيال او اكسسيف تيبيال تورشن زي ما الدكتور كان بيقول لنا حالات الانتيريال تيبيال تورشن سيفير قوي وعاد دوت الديفورمتي من التيبيال مش من الفوت ومش من الهيب. يبقى هنا لو العيان ده ريزيستنت ما حصلوش اي موديل اي بروجريشن فبنعمل له دي روتيشن اوستيوتومي تو امبروف اللينك بقى اوقات. يبقى هنا ترانسفيرس اوستيوتومي ده فور روتيشنال ديفورمتي اون هون روتيشنال ديفورمتي از اسوشيتد وذ انجل ديفورمتي ما ينفعش اعمل ترانسفيرس اوستيوتومي. واضح الكلام ده مش واضح؟ ده هنا ده برضه نموذج من السيمبل دي روتيشن اوستيوتومي سوبر مانيو دي روتيشن اوستيوتومي. في الوجه الاوستيوتومي بقى الوجه في نوعين في كلوز ريتش وفي اوبن ريتش. الوجه الاوستيوتومي هنستعمله في حالات ايه؟ في حالات الفيروس او فيروس او فريكشن اكستنشن. يعني لما يكون عندي انجلر ديفورمتي او فريكشن اكستنشن ديفورمتي هحتاج اعمل ويتش اوبن او كلوز ريتش. الكلوز ريتش اوستيوتومي هي تو كاتس. يعني عشان ابقى عارف الاوبن ويتش وان كات يعني انا هعمل اوستيوتومي وهفتح الوتش مش محتاج اعمل تو كاتس. الكروز ويتش اوستيوتومي لازم اعمل تو كاتس عشان اضمهم ببعض. فالتو كاتس دولت هتعمل التو كاتس بتاعتك على حسب الوجه اللي انت بتبقى عامل له بلاننج قبل العمليه وبعد كده ريموف الوتش ونعمل ابروكسيميشن توينز. المفروض ان البيز بتاعت الكروز ويتش تبقى ناحيه الاكسس ديفورمتي ولا ناحيه ايه؟ يعني دايما الديفورمتي يبقى ليه اكس وليه بيز كده؟ طيب يبقى الوجه هشيلها منين؟ هنشوف كده ده الديفورمتي بتاعه كويس؟ الاكس بتاعته فين؟ هنا في يبقى انا هشيل الوجه بتاعي من الاكس الديفورمتي. يبقى هنا عندي الكروز ويتش اوستيوتومي هي تو كاتس تقول لي ذا ويتش اوف بون فروم ذا بوينت اوف بروكسيمال ماكسيمم ديفورمتي ذا بيس اوف ذا ويتش از ذا كونفكس سيرفيس اوف ذا ديفورمتي. كونفكس سيرفيس اللي هو الابكس اوف ذا ديفورمتي. الاوبن ويتش اوستيوتومي دي سيم ترانسفيرس كات وبعدين الويتش اوبن تحط لها جون جراف لو ما تحطلهاش حسب الديستنس اللي انت فتحتها. الكروز اوستيوتومي عيبها ميزتها ايه؟ الكروس اوستيوتومي انا هشيل بوم واقفلها هتبقى هو ستيبل هتبقى هاي ريميوم ريت وما بتحتاجش بوم جرافت لكن ديس ادفانتج انها بتعمل لي بوم شورتنج. الاوبن ويج اوستيوتومي انها بتنتين البوستيريور سلوب بتستور البوم ستوك. يعني البوم هتبقى عندي ما فيش فيه اي ديستراكشن او في البوم ستوك كويس ونو بوم شورتنج ما بتحتاجش بوم شورتنج ديس ادفانتج انها بتحتاج بوم جرافت.
الاوبننج كلوزنج ريشيو ستوب، يعني عايز دلوقتي قلنا في اوبننج وفي كلوز وفي اوبننج كلوزنج ريشيو ستوب. انت اعمل اوبننج كلوزنج ريشيو ستوب لي، ده هيرجعني للنقطه اللي احنا قلنا عليها سيفيريتي اوف ذا ديفورميتي هي اللي بتحكم عندي ديفورميتي فيري مايل. لو شفت منه مثلا 2 3 مللي هيتسامح، يبقى ده اعمل اوبننج ولا كلوز؟ لو ديفورميتي مايل بقى سامح انا هعمل له كلوز، حاجه صغيره شيل حته صغيره وقتها. واحد ديفورميتي بتاعي مثلا سنتي، لو انا محتاج اعمل له اوبن وش واحط له جراف. واحد الديفورمتي بتاعي اضطر اشيل كتير قوي، اضطر اشيل 3 سنتي، يبقى لما اشيل 3 سنتي اقصر غير 3 سنتي. يبقى في الحاله دي الديفورمتي السيفير لما نعمل ادفايز روم كوركشن از نيدد وذاوت ماركت بوم شورت، يعني عايز اصلح من غير ما اعمل شورت. لكن لو انا هشيل لودج الديس بتاعه 3 سنتي يبقى انا لازم الريت دي هتبقى 3 سنتي. يبقى في الحاله دي اتس اوايز ان انا اعمل حاجه زي كده. يبقى افكر في طريقه تخليني اعمل الاثنين مع بعض، يعني بحيث ان انا اشيل سنتي ونص من هنا واحط اللي هي الاوبننج كلوزنج ويتش تكنيك اللي هو بيبقى زي كده. يعني هتشيل الويتش، هشيل الويتش من هنا واقفل نفتح لي الحته دي، نروح اتجرفت في الحته الثانيه. يبقى انا عملت ايه؟ يعني الاستوديو بتاعتي بطريقه اللي هي اوبننج كلوزنج ويتش تكنيك، ان انا ما قصرتش العظم تو ماتش وسمحت بفوق. فده بيرجعني للسليكشن بتاع الاوستيوتومي طيب بيزد على الديجري اوف ذا ديفورمتي. ديفورمتي المايل ممكن اعمل له كلوز ويتش اوستيوتومي، الموديل ممكن اعمل له اوبن ويتش السيفير محتاج اعمل له اوبن كلوز ويتش اوستيوتومي. ده نماذج الويتش اوستيوتومي، ده لسه في مره اوستيوتومي زي ما قلنا احنا. ده ايه؟ ده الديفورمتي، ده الاكس ديفورمتي. بنعمل هنا هنشيل الويتش ونقفله ونثبته. دي الصوره برضه هنا الاكس ديفورمتي او الكومبليت سيرفيس، بنشيل الويتش حسب ما بنعمل الديوبتي بلاننج وبعدين بنقفل ونثبت سواء ميديال او بدر. دي نماذج من البيست فيمورال ويتش فهنا نفس الحاجه، يعني ده البيست فيمورال اوستيوتومي فيها فيروس في الفرق اسمه الاوان. فهنا في فيروس ممكن اشيل ويتش واقفله وممكن اعمل افتح ويتش. اللي بيحكم لي هنا برضه الديجري او ذا ديفورمتي، اشيل ويتش يعني اشيل ويتش واقفل او الديفورمتي از فروم ماي تو ماي، افتح لما يكون الديفورمتي سيفير عشان ما يعني. وبعدين لو الديفورمتي سيفير قوي هعمل ايه؟ دوت ده برضه في لسه الاوستيوتي في حالات فليكشن فيكس فليكشن ديفورمتي ما بقتش كتير قوي، لكن في بعض الحالات بنحتاج نعمل لها اكستنشن اوستيوتي. من هنا بشيل ويتش انتيريور زي ما احنا شايفين كده. يبقى الويتش بتاع الشال حالات الفيروس والفانكت او فليكشن او اكستنشن، ويبقى التكنيك بتاع اوفر كروز اور دبل تكنيك بيس على السيفيريتي اوف بلفور. ده نموذج البروكسيمال فيبر اوستيوتومي فيروس اوستيوتومي. انت عندك النيك فالكس انت عايز تدخلها جوه، فبتشيل يا اما بتشيل ويتش بيس ميديا وبتثبته. لو انت عندك الرجل فيها فيروس بتعمل فالكس اوستيوتومي وبتشيل ويتش لاترال وتثبته. يبقى الويتش اوستيوتومي يوز تو كوريكت الديفورمتيز، وهيبقى برضه كل ديفورمتي بيعتمد على كل اوستيوتومي بيعتمد على السيفيريتي اوف ذا ديفورمتي. السوبر مانجر اوستيوتومي ده برضه نموذج، يعني هي اوستيوتومي مش كلها راوند ذا نيه، في الهيب في الفيروس والفالكس وفي في النيه فليكشن اكستنشن وفي السوبر مانجر اوستيوتومي حالات بيجي لك مبقى معين في الانكل. فهنا يا اما هشيل ويتش واقفله يا اما هفتح زي ما اتفقنا اقفل او افتح بيحكمني السيفيريتي اوف ذا ديفورمتي، وده هيقول لي الوش ده شيله قد ايه. دي نموذج السوبر ميلر الاوستيوتومي اللي انا برضه بشوف ده اوس ارثرايتس وفي مال الاينمنت، وده يعني اتعمل له حاجه من ثلاثه، يا ارثوديزيس يا اوستيوتومي يا ارثوباستي هتلاقيها مش كويسه، والارثوديزيس انت بتلغي المفصل خالص، بتعمل له حاجه قبل الارثوديزيس انك تعمل له اوستيوتومي، وده ممكن يصلح. برضه لسه في امر الاوستيوتومي ده نوع من الويتش اوستيوتومي، سواء في حاله كيبت الفيروس او كيبت الفالكس، عايز اصلح الفيروس او الفالكس، فبعمل يا اما بعمل برضه كلوز ويتش اوستيوتومي او اوبن ويتش اوستيوتومي زي ما احنا شايفين كده. دي ايه؟ دي كلوز ويتش اوستيوتومي، يعني انا شلت ويتش لاترال وقفلته، وزي ما شايفين الاوستيوتومي هنا تو كاتس زي ما احنا شايفين، هشيل الويتش واقفله واخد نورمال الاين. ده في حالات الكيبت فيروس. هنا طبعا لازم اسس الانجل قبل ما اعمل العمليه، وده بيوريني نوع من انواع. شوف اعمل الكات الاولاني كده
الخط الثاني كده هشيل الوتش وهقفل واثبتها جوايا بس بالبليد حسب سن معايا. نيجي بقى للاوبليك اوستوميتومي. طب ايه الفرق؟ الاوبليك اوستوميتومي هو بيسيبريت البون بيعمل ريلاتيف لينسنج وبعدين بيبقى فيه بوينت اوف كونتاكت موجوده. يعني الفرق بين الاوبليك اوستوميتومي والابون ويتش اوستوميتومي ايه؟ من ناحيه يعني الاوبليك اوستوميتومي ممكن اعمله من غير ما يكسر معايا الفار كورتكس لان انا عامل سيف سيئه كبيره. فهنا الاوبر ويتش اوستوميتومي لو انا عملته لازم هيكسر لازم هيفتح معايا الفار كورتكس. الاوبليك اوستوميتومي ممكن اوصل اللي انا عايزه من غير ما اوصل للفار. يعني هنا بيبقى في بوينت اوف كونتاكت. البوينت اوف كونتاكت زي ما احنا شايفين ما كسرتش هنا لكن صلحت المال امان. هنا ما كسرتش لكن صلحت المال امان. يبقى الاوبليك اوستوميتومي هو الترنتيف للاوبر ويتش اوستوميتومي. بيتعمل لما يكون عندي سيرفس اريا كبيره وعايز اصلح ديفورمتي وعايز النتائج احسن فبعمله بالطريقه الاوبليك تكنيك. ده هيبقى ميكانيكي اللي هي ادفانتج ان هو كان اتشيف نيو كوريكشن وزود ايه فراكشن الفار كورتكس. يعني شايفين هنا الاوبليك اوستوميتومي هنا في الديستا فيمر اتعملت صلحت المشكله لكن من غير ما يحصل بريك في الحته دي بقى مور ستيت. الحاجه الثانيه هحتاج افتح وش اقل من انا هحتاج افتحه لو انا عامل ترانسفيرس خط. يعني لو عايز اعمل اوبن ويتش عادي يبقى هنا الترانسفيرس خط هضطر افتح كتير قوي. فالكتير قوي هيحتاج جرافت كبير قوي. هنا هيبقى الموضوع اسهل بكتير لان السيرفس هي هتخليني مش محتاج نفس الاماونت اوف جرافت اللي هحتاجه لو انا عامل الاوبن ويتش بالتكنيك العادي اللي هو الترانسفيرس خط. ده الاوبليك اوستوميتومي بتاع فيتيجا. انت بتحدد الاند بوينت بتاعتك وبعدين بتحط غيروات وبعدين بتخش بالاوستيتوم بحيث ان انت تحاول ما تكسرش الجزء الاخير. يعني زي ما احنا شايفين هو ده المفروض نحافظ عليه وتثبتها باي اني واي. احنا شايفين دي كلها نماذج من الاوبليك اوستوميتومي والبروكسيمال فيما. الديستال فيما برضه نفس الكلام بيبقى عندي جيو فارم او جيو فالجن بالناس بالذات الناس الكبار في مش في الصغيرين لا في الناس اللي هم بصوا على الصغيرين بصوا عندي زي ما قلنا ان اللوكيشن اوف ذا ديفورم ده في الفيمر والانجليشن في الفيمر والكوره في الفيمر. يبقى اعمل لسه الاوستوميتومي بتاعتي في الفيمر وهتبقى زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده هتديني سيرفس اريا كبيره في بوينت اوف كونتاكت الفيكسيشن هيبقى سهل والجرافت مش هيبقى كميته كبيره. وفي بعض الحالات في ناس كتير يعني الدكتور احمد عبد العزيز ما بيحطش لون جرافت في العمليات دي خالص. الاوبليك اوستوميتومي برضه محتاجها لو يكون عندي سيفير جوينت اوبليكت. سيفير جوينت اوبليكت زي كده لو انا حبيت اشيل ويتش عشان اصلحه اشيل ويتش كبير قوي فانا بعمل اوبليك اوستوميتومي. الاوبليك اوستوميتومي بيخليني اقدر اصلح المبنى معين من غير ما بعمل طبعا الاوستوميتومي دايركشن بتاع الاوستوميتومي هيبقى كده. يبقى هعمل الاوستوميتومي بتاعتي كده وبليك وهصلح الايه؟ هيبقى الاماونت اوف لونج جراف دي اللي هيبقى اقل وفي الوقت نفسه هتديك بدل اماين سهل انها تفكس. لو عملت انت لو جربت تعمل الاوبن ويتش يعني لو عملت كروز ويتش هنا هاثر بعد قوي لكن لو عملت اوبن ويتش ترانسفيرس هتلاقي بعد ما بتعملها فيها بدل او ستيبل خلاص. لما بتعملها اوبليك بتلاقي سهل قوي ان انت تصلح المدى اماين وتحط جراف وتحط الشريحه والمسامير. هنا في اوبليك اوستوميتومي برضه معمول جديد بيتعمل في حالات ما يكون في اوستو ارثرايتس من غير ما تكسر الفيبرا. يعني هنا في الاوستوميتومي دي لازم عشان توصل لازم عشان تصلح تعمل اوستوميتومي هنا وتفتح وتنزل دي لازم تكسر الفيبرا. وزي ما احنا شفنا هنا هتلاقي الفيبرا مكسوره وفي ناس بيثبتوها. في الاوستوميتومي ده موصوف جديد ان انت ممكن تعمله بالمنظر ده بحيث انه يخش على الانكل مورتس بحيث انت الفقره بتاعك هيبقى هنا. انت مش محتاج تكسر الفيبرا وتقدر تحط الجراف بتاعتك وتصلح لك الليمب مال الاماينمنت. هتلاقي الاماونت اوف لونج جراف اللي نيت هنا هتبقى فيري مينيمال والفيكسيشن هيبقى سهل. يبقى لو ضيق السودمي نستعمله لما نكون هنعمل العمليه بتاعتنا في السيفير ديفونتس في الميتافيزيال اريا وبعدين عايز اعمل الوش بتاعي يبقى يتصلح يعني هتبقى مور ستيبل السيرفس اريا كبيره احتاج للبوم جرافت هنا او احتاج ان انا الانجليشن بتاعي اللي هصلح بيه مش هيبقى كبير قوي. الدور بقى دي مهمه قوي.
هي دون هي سيركلر بونكات، يعني احنا الاستوكس اللي كده كلها ترانسفيرس او اوبليك كاتس. ترانسفيرس اللي هو اللينير والاوبليك، والاوبليك كاتس اللي هي الاوبليك استوكس. الدون هو سيركلر كات. السنتر اوف ذا دون لازم تلوكيت ات ذا كور. الادفانتج بقى بتاع الدون استوكس كوريكت لمب الاينمنت وذ ليست ترانسليشن اوف بوكنز وليست ترانسليشن اوف ميكانيكال اكسس ومنها شورت نيرو سكيب. دي المزايا بتاعتها. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت اي اوبجيكت سيرتون للدكتوره اللي فاتت باستثناء اوبجيكت اي سيرتون كلوزنج ريتش او اوبن ريتش سيرتون وكسرت من اعلان العظمه كومبليتلي زي ما ده الطبيعي بيحصل وما كانش السيرتون بتاعتي لوكيتد ات سيت اوف ذا كورا هيحصل سيفير ترانسليشن. لكن في الدوم الترانسليشن اللي بيحصل بفيري مينيمال وده ما بيبقاش ليه اي ميكانيكال سيرتون. يبقى ميزه الدوم عن الاوبننج كلوز ريتش التراديشنال انها ما بتديش ترانسليشن جامد، مينيمال ترانسليشن بتحافظ على ميكانيكال اكسس. هما في انواع الدوم، في الكلاسيكال دوم وفي الريفرس دوم وفي اوبننج كلوز ريتش دوم. نفس الكلام اوبننج كلوز ريتش دوم لو انا عندي سيفير ديفورمتي يبقى برضه مش هقدر اصلحه بالسيركولاتات بس لازم اعمل اشيل ويتش من ناحيه واحطه في الناحيه الثانيه. نفس البرنسبل بتاع الاوبن كروزنج ويتش وستوبني في الويتش وستوبني. الادفانتج بتاع الدوم ان هي كوريكت لمب الاينمنت وساتليست ترانسليشن وكود انز. يعني هنا التراديشنال اوبن كروز ويتش وستوبني لو ما كانتش في السايد اوف ذا كوره هيحصل ترانسليشن ممكن يكون شكله اقل في الاشعه وبتقعد تحتسب انت عملت سددتها وتلاقي نفسك عملت اقرب صعب لغايه ما توصل للي انت عايزه. الدوم ما بيحصلش معاه ترانسليشن كيف مينيمال او اكسبت ترانسليشن وما بيحصلش روكي. انت ما بتشيلش عظم كتير وبيبقى فيري ستيبل. في بعض الحالات ممكن ما تحتاجش تحط فيكسيشن. الديس ادفانتج انها تكنيكال ديفيكالت لكن برضه ما بتبقاش كوماتبل قوي في حالات الروتيشن بتاعتك. يعني ده مثلا هنا عملنا الكوره نعمل الدوم السيركلي دي الدوم ده اللي بيبقى ده مثلا ده حاجه زي كده ده جينوفار. عامل الكوره فين؟ الكوره هنا. يبقى انا هعمل السيركل بتاعتي فين هنا؟ يبقى لو هعملها دوم وده ريفرس الدوم دي دي ريفرس ودي الدوم. هعملها دوم ولا ريفرس الدوم؟ ريفرس الدوم. هعمل السيركل بتاعتي هنا وسهل اعملها وتبقى سامحه. دي الدوم العاديه. يعني شوف بعد ما بتصلح اللمب بقت الاين لكن ما حصلش ترانسليشن. دي مهمه قوي في الايه؟ مزايا الدوم ستوب. دي انظر الدوم ستوب بتعملها في الاطفال بالذات في حالات المعرفه بتعمل عملها ولا لا في الحالات بتاعت الاطفال في السن ما بقاش فيها الميديا ايدج ما بقاش سلوب قوي. نعمل الدوم بنسيبه بسيكوت سليم وبعدين بتكسرها فبتبقى فيري ستيبل بعد العمليه. ده دول مصطلح الرد في الديستال فيمر. يعني شوف انت هنا لوكيتنج للكوره في الكوره يبقى ده هنعمل له ايه؟ دوم عادي. ده ديستال فيمر نعمل برضه ده دوم مصطلحي. يعني هنا هتلاقي الاماونت اوف ترانسليشن ما هياش قبل ترانسليشن زي ما بتشوف. في انظر دوم مصطلحي بقى في برضه اللي هي تطلع بيها وفي مصطلحي في بروكسيمال فيمر ودي احنا بنعملها ساعات كتير قوي في حالات النون يونيون. انك تعمل نون يونيون في ناس صغيرين بتيجي تعمل الاستوتري بتاعتك دوم استوتري في الجزء ده وبعد كده بتروتيت الرجل عليه. هنا حصل شورتنج ولا ما حصلش شورتنج؟ ما حصلش شورتنج. وفي الوقت نفسه شايف الايه؟ هنا الاجل هنا قد ايه؟ اللي دور الاجل تقريبا ثلاث هنا 100 جريد واحد. يعني حولت الشيل فورس هنا كومبريشن فورس والعمليه دي بتعملها كتير في الانيميت فراكشن فيمر. بتعمل الدوم السوتري في المنطقه دي يعني تحس ان انت سهل قوي ان انت بعد ما تكسرها هتروتيت. ساعات تلاقي نفسك محتاج تشيل حته سجن صغير من هنا وبعد كده تثبتها تلاقي ان انت دي اسهل كتير ان انت تعمل الوش السوتري وبتاعك يتفكك منك والسيرف سيري هنا كبير فالهيلينج بيبقى اسرع والتكنيك نفسه بيبقى اسهل. الاوبن كروزنج ويدج بقى اللي هي نفس الكلام بتاع الاوبن كروزنج ويدج بتاع اللي فاتت. لا انا لو عايز اصلح ديفورم في السيفير مش عايز اقصر يبقى ممكن اعملها في الفيو ستروتمي والريفرس دي ستروتمي
فدي اسره بتعتمد عليا انا. انا بعمل الكاتس كده فيبقى عندي لما يعني بشيل السيجمنت ده من البون. لما بشيل السيجمنت ده من البون بقى عندي العظمه دي بقى فيها سبايك. السبايك دي بتعشق في اللي فوقها. فده يبقى ستيبل ولا مش ستيبل؟ ستيبل. ونشوف انا بقول لك ايه؟ استابيليتي از شيلد باي ديسكوفرينج ذا في شيلد اوف ذا فراجمنت اكسكافيشن كريتد ان ذا فراجمنت. يعني انا لما شلت الوجه ده من هنا يبقى انا عندي هنا سبايك. السبايك دي بعشقها دي فبتديني المنظر ده. يعني شوف دي الاستوت دي قبل ما يعني ده المنظر النهائي اللي انا اللي وصلت له. لما بشيل لما بوصل للمنظر ده بتبقى ستيبل. دي محتاجه في بعض الحالات تجيب الزايرس والناس اللي هم ايه عندهم 7 سنين 8 سنين يعني سنهم اكبر لعند 5 سنين انت بتعمل له اي استوت وبتحط له كلايز وخلاص. سن اكبر شويه تحتاج ايه تعمل التكنيك ده. فدي بتتعمل في حالات تجيب الزايرس او في حالات الانكل السوبر مالي الاستوت برضه لما بتكون عايز تعمل شورتنج عشان تقلل الستريسز على الانكل جوينت. دي الجانب في او ريفرسيتي يعني حسب انت يعني هنا دي تعتبر دي ريفرسيتي. الادفانتج بتاعتها ان هي ستيبل وبعدين ايزي تو بي لام يعني الفيكسيشن بتاعها مش محتاج قوي. دي في كيوبيتس فارس او كيوبيتس فارس دي اللي هي ريفرسيتي في وفي دي ريفرسيتي في ودي الفيو استوتومي في الدراسه اللي فيها برضه نزل استوتومي يعملوها خفيفه بريش ما اعرفش حضرتك بتتابع ولا لا. يعني في الافات ما في الصغيرين لما بيكون اللي هي بتعمل فيو استوتومي في البروكسما فيمر بحيث انها برضه نفس فكره الدوم بس دي لو انت عايز تشيل منها وش بتديلك نوع بتديلك حريه حراره اكتر انك تشيل حته سيجمنت اكتر فتقدر تزود الدوره في الكوكس دوره في الديفلوبمنت الكوكس دوره الكبير قوي وانت مش عايز تضايق بتعمل تلاقي مش ستيبل فانت بتعملها بتشيل سيجمنت بكره وبتقفل في الاخر بقى بعد خلص العمليه ممكن تحط لك لينك وايز وخلاص مش محتاج تحط بليت وسلوك. في بقى اخر حاجه اللي هي الستيب كات استوتومي دي بتتعمل في السكر كلها في الناس اللي هم يعني برضه من 8 سنين 10 سنين اللي هم بنعمل ايه؟ بنعمل زي ما احنا شايفين كده بحدد الوش بشيل الوش بس بسيب الاوتر كورتكس سليم بتاع الديستال فلما بسيبه سليم واصلح يبقى عندي حاجه احط فيها سكور. فدي بتديك يعني بدل ستابيلتي ودي بتحتاج بتعملها في تجيب الاسبانس الناس اللي هم برضه عندهم 8 سنين 10 سنين بعملها هيبقى عندي بول ستوك كويس. لا هعمل يعني هشيل ويتش يعني شوف صورتنا كده هشيل ويتش من هنا الويتش ده هسيب الحته دي ستيب الحته دي يعني هقطع كده اعمل ستيب كده وبعد كده هشيل الويتش. بعد ما بقفل هلاقي ان بعد ما نقفل هلاقي ان الحته اللي انا الستيب اللي انا سبتها البروسما فاهم دخل جواها سهل قوي ان انا احط سكرو فيها تديني بيتر فيكسيشن. فهنا الاستوتي زي ما قلنا ديبينز على السيفيرتي واللوكيشن والجوينت والبيف لاين والليمبنس ديسكريبنسي والسوفت سوفت كفرج يعني قبل ما نخلص هو الاستوتي فيكسيشن دي مش هناخد فيها وقت هي يا اما كاست يا اما بينز يا اما بيتر سكروز يا اما اكسلر فيكسيتورز ودي بتوريني كل انواع لا دي بيتر سكروز كلها انا عارفينها. في البنس طبعا لازم لما اسافر الاستوتومي لما بحط اي وارز لازم احط كي وارز بيزد على ان انا لازم امنع اي روتيشنال او اي شير فورسز. لا لازم احط كرسي جوه ما احطش ورا كده وخلاص لا لازم احط وارز زي ما احنا شايفين تديني نوع من انها تنالفاي اي شير او روتيشنال فورس على الاستوتومي سايد. وبعدين ممكن تثبت بقى رايحه مصابين كتير ممكن تثبت اكسلنت فيكسيتور. فنتمنى في النهايه ان احنا نكون وصلنا ان احنا عرفنا الانديكيشنز وازاي نلوكيت الاستوتومي سايد وازاي نعمل نافيجيت الليفل بتاع الاستوتومي وازاي ايه تايبس الاستوتومي واستوتومي فيكسيشن. واشكركم.